أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب في دروس جديدة من دروس اللغة العربية. أهداف هذا الأسبوع عزيزي الطالب، عليك أن تنتج نهاية قصة حوارية تمثل حوار بين عدة أشخاص، وأن تستخرج النكرة والمعرفة من النصوص، وعليك قراءة قصة قراءة صحيحة معبرة. أعزائي الطلاب، للقراءة فوائد عظيمة، حيث تهذب الفرد بما يقرأه من علوم وآداب، وتريحه من الإجهاد والإرهاق، لا سيما إذا ما قرأ كتب الأدب والروايات، وتنمي مهاراته الكتابية وقدرته على التفكير التحليلي من خلال تحليل المعلومات وربطها معها، بالإضافة إلى أنها تبعد الفرد عن الوقوف في المعاصي التي تسبب بها أوقات الفراغ. ونتيجة لهذا كله يعم صلاح المجتمع، فلا جهل ولا فسوق ولا طاقات شبابية مهدورة، إلى جانب ما سيحققه المجتمع من تقدم معرفي وثقافي بفضل شبابه القارئ. وهناك مثل يقول الكتاب نافذة نتطلع من خلالها إلى العالم. الإنسان القارئ عزيز الطالب يعيش عمرا معرفيا أكثر مما لا يقرأ، فمن يقرأ كتابك كأنما عاش تجربة هذا الكتاب بكل حذافيرها. فالقراءة مكافأة ثمينة يقدمها الإنسان لنفسه كي يكون إنسانا مثقفا يخطف من كل بستان وردة. فالقراءة مثل بستان الورود المليء بالكثير من الأزهار الملونة ذات العطور الزكية، ومن يقرأ يستطيع أن يشم هذه العطور جميعها ويملأ روحه طاقة إيجابية. إن الجهل ظلمات، فهي عكس المعرفة التي تدعو لها القراءة، كما أنه سبب لتخلف الأمم وتراجعها. فالجهل يصنع المشكلات ويفاقمها ويجعل حلها صعبا ويسبب تراجع الحياة وعدم تقدمها أبدا واستمرارها تحت وطأة التخلف الذي لا يفيد الإنسان في شيء، بل يسبب تعقد الحياة واتجاهها نحو الأسوأ في جميع المستويات. القراءة مهمة لتنمية المهارات العقلية وتطويرها، بالإضافة إلى صقل الشخصية، فيجب على الإنسان أن يخصص جزءا من وقته لقراءة ما يتناسب مع ميوله وأهوائه. فالقراءة إغذاء العقل والروح، يتعلم منها الإنسان الأخلاق وكيفية التعامل مع الآخرين، ويفهم الثقافات الأخرى، إذ تنقلنا إلى عالم آخر ممتع وجميل ومليء بالحكمة. القراءة تنمي الإبداع لدى جميع الأفراد وتزيد الوعي حول الكثير من الأمور، فهي مصدر العلم والمعرفة، فلها أثر عظيم على الأفراد والمجتمعات عن طريق معرفة الحاضر وزيادة القدرة على التخطيط للمستقبل، وهي طريقة التعبير عن الإنسان والكون وكل ما فيها من تفاصيل. النكرة والمعرفة. هناك أشخاص تعرفهم مثل أفراد عائلتك وأصدقائك وجيرانك وزملائك في العمل أو الدراسة، هؤلاء هم معارفك. أما بقية العالم فهم بالنسبة لك غرباء، مثل سكان الحي المقابل ربما، أو طلاب مدرسة بعيدة، أو الناس الذين يعيشون في القسم الآخر من الكرة الأرضية لا تعرف عنهم شيئا، لذا فهم نكرة بالنسبة لك. لدينا خبر لك، الكلمات في اللغة العربية أيضا كذلك بعضها نعرفها ونعرف ما تدل عليه تماما، أي أننا عندما نسمع الكلمة نتخيل شيئا محددا أو شخصا بعينه، هذه الكلمات هي المعرفة. أما الكلمات التي لا تدل على شيء محدد ولا تجعلنا نتصور في أذهاننا شيئا واحدا نعرف تماما، فهي كلمات نكرة. إذن الكلمات في اللغة العربية من حيث ما تدل عليه تنقسم إلى معرفة ونكرة، مثل كتاب، بنت، حياة. هذه الأسماء تدل على أشياء عامة غير محددة أو على جنس بأكمله. فعندما نسمع كلمة كتاب لا يخطر ببالنا كتاب واحد دون غيره، وعندما نسمع كلمة إنسان لا نتخيل إنسانا نعرفه، وإنما نتخيل جنس البشر كله. أيضا الاسم النكرة عزيز الطالب، هناك علامات النكرة لا يحتوي عليها، لا يحتوي على أل التعريف وليس معه ضمير أيضا، والاسم النكرة يحتوي على التنوين، كتاب، قلم، رجل. بعض الأسماء المعرفة تحتوي على التنوين، مثل محمد، خالد، سعيد، جاء ضيف إلى بيتنا، سمعت صوتا، اشترى أبي لي هدية. لم نعرف تماما من هو الضيف الذي جاء، ولم نعرف ما هو الصوت ولا الهدية، أليس كذلك؟ لا، لم نعرف. فكل هذه الأسماء التي سمعناها هي أسماء نكرة. تعتبر عزيزي الطالب المكتبة جزءا فعالا في النظم التعليمية، كما تهيئ المكتبات لمرتديها سبلا أسهل في الحصول على المعرفة مختلف أشكالها، سواء كانت كتبا أو أفلاما أو وسائل إعلام. ويشار إلى أن المكتبات قد شهدت تطورات كثيرة على مر السنين،
تعرف المكتبة بأنها منظمة تحتوي على مجموعة كبيرة من مصادر المعرفة لإتاحتها للمحتاجين. شاكرة لكم أعزائي الطلاب حسن استماعكم وتعاونكم.